كان العدو فينا يدور خلافي يسلم لنا حمدان ملة لافي خبر الفلاحي يكسر الإسرافي ولا ينعدى شبره ولا ينطافي. التغرودة هي قديمة جدا عندنا هنا، والتغرودة متلازمة عندنا طبعا في منطقة الضفرة، التغرودة موجودة وهي متلازمة مع وجود الإبل. قبل يعني قديما كان الرجل لما يركب الراحلة الناقة ويسير عليها فكان يغني التغرودة لما كانت الناقة تخب، ولهذا أداء التغرودة شوية فيه يعني مناسب لخبيب الناقة. والتغرودة عبارة عن شطر واحد، ليست يعني قصيدة كقصائد اللي هي البيت تتكون من شطرين، هي شطر واحد تكون لها قافية واحدة. طبعا هي موجودة قديما في الفصيحة، وهي مشطور يسموه مشطور الرجز. والتغرودة موجودة عند البدوان وينضموا عليها، لكن اشتهر عند الناس في منطقتنا حتى في المناطق الأخرى بأن التغرودة عبارة عن هجاء، أو رجل عمل حاجة مثلاً تخالف العادات وتخالف مثلاً أو أشياء من خوارم المروءة، فيقول لفلان شاعر يقول غرد فيه. ليش غرد فيه؟ غرد فيه يعني على أساس أنك يعني تنكل به أو تنصحه أو تبين أنه مخطئ، فكانوا يغردوا. إذا أحد أخطأ عليك ممكن يقال هذا ركب المزمل، خلاص لابد نغرد فيه، فكانوا يغردوا فيه. واحد في الحرب مثلا ذل، ما حارب ما قاتل، فيعني الناس ترى أن هذا من الأمور المشينة والمعيبة، فيشوفوا الشاعر يقول الشاعر كيف ما غرد فيه، غرد فيه لأن هذا عمل حاجة خطأ. والتغريد طبعا كثيرة، ممكن في الفترة الأخيرة قلت هذه التغريد، والشعراء صاروا يعني يتركوا هذا النظام لعدم حاجتهم إليه. وكانت التغريد تغنى على ظهور الإبل، كان الرجل واحد طبعا مش من الغناء الجماعي، ولكنه شخص واحد يكون على ناقته وتخب الناقة فهو يغني التغريدة، لأن التغريدة تحث الناقة على المسير وتسليها، وكذلك الشخص نفسه يسلي نفسه بهذا الغناء لما يكون وحيدا. من التغاريد المشهورة عندنا تغاريد مثلا الشاعر ابن عتيج، هو كان من الشعراء المتخصصين في التغرودة، وكذلك الشاعر عبد الهادي بن ضاعن الهاملي من الشعراء المتخصصين في التغرودة عندنا في منطقة الضفرة، وهم من طبعا من الشعراء القدامى. مثل ابن عتيج لما يقول: يوم البريقة والرصاص الهيبة، اللي قعد واللي شرد ندريبة، يعلى الرصاص اللي يزم يصيبة، يا من يخبر بو خصور جبيبة. وهي طويلة طبعا، هذه عبارة عن هجاء لشخص معين مثلا. لكن لو احنا ندري كان ممكن جبنا نماذج معينه، مثلا بعتيجه له تغروده في الشيخ حمدان بن زايد الاول، تغروده جميله. خبي بنا يم المخب الوافي، دامك بخير وفي ظهرك سنافي، كان العدو فينا يدور خلافي، يسلم لنا حمدان ملة لافي، خبر الفلاحي يكسر الاسرافي، ولا ينعدى شبره ولا ينطافي. هي طبعا طريقة أدائها: خبيبنا يم المخاب الوافي، خبيبنا يم المخاب الوافي. وهناك طبعا طرق يعني معينة، كل شخص أو كل شاعر له طريقة، ولكن كلها متقاربة بهذا اللحن. موجودة هي في جميع الإمارات، خاصة أن التغرودة يمكن هي من القصيدة المختص به دولة الإمارات، وكذلك عمان
منتشرة، لكن صارت يعني الآن في الوقت الحالي قليل من ينظم على التغرودة. الناس طبعا صار عندهم انفتاح على أوزان كثيرة وعلى شعر جديد، فدائما الناس تحب الحداثة وتحب التجديد.